بسم الله. ربنا أيدنا فيما نقول فيما نفعل فيما نشير إليه، أمين يا مؤيد العالمين، بك كخالق المخلوقات أجمعين. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. حدثنا في شأن هذه الآية الكريمة عدة مرات، إن أي صفق ولا يحدث أصوات غريبة، شأنهم شأن العجموات، أي كما تقول أنت حمير، أنا أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله يأتوا للناس بشريهم باش اللي ماشي قصد بيت ربي ولا قصد النبي عليه الصلاة والسلام قلوها أول، هي برها اغرم زمانك وفك عليك مما كنت قاصد. هذا يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، وذكرنا ذلك مرارا، ثم يغلبون. وهذا وقع، أموال طائلة حرام وأموال حرام من أهل الشيطان، أي اللي يخدموا راس الشيطان وهم الصائين اللئام، خدموا ودفعوا قراشين باش يجمعوا أموالهم وينفقوها في تسليح وفي شراء الخيل وهالمجر على أساس يكونهم ماشيين نصر مبين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، شوف سماحة المولى، ما قد سلف وإن يعود فقد مضت سنة الأولين. إذا كان عدت يعود ربي ليهانتك وقضى عليك ويحرمك من متاع الدنيا، بالرعب برك قال لك هنا كما قال هنا من يدعو الإسلام وهم ملا عايشين تحت سلطة القلق اللي خذا كل الألوان، ونهايتهم تكون نهاية كارثية لأن تصيبهم حالات انهيار تدفعهم إلى الانتحار فيكونون من أهل النيران. فيقول ربي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا أمر إلهي، لذا قتالنا جاي بأمر من الله ونتيجة قتالكم لنا بغير وجه حق. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعمل من بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم يا أهل الإيمان.